عده وطاحونه، وش تتوقعون بيصير؟ لا فوق هذه شاهي عشان نروق. بحاول اعدل الطاحونه هذه، واضح انها بنتبهذل، فخلوني اشوف. قول بسم الله. طبعا انا لازم احضر فيديو اغش منه، يعني ضروري. الحين احنا في مواقف حرجه، تذكرون قد عدلت اجهزه قبل والتمست علي، فلازم ناخذ الحيطه والحذر. طيب اول شيء نسويه يقول لك هذه، تشوفون الطقات او العداد هذا كلها. تدرون ليش مقرفتني انا؟ الحبوب البن تتناثر في كل مكان، ما مداني اسمي يتوسخ ثوبي. يقولون بسبب الكهرباء الساكنه، توني اعرف السالفه، فتصير ترش البن بمويه قبل. طيب اول شيء نسويه نقلل كل شيء، او ننزل الطحن الاقل شيء، وننزل حقه الاكواب الاقل شيء، ثم نحطها على جنب. هذا الغطاء. طيب نطلع عدتنا الذهبيه، رابطها في الوصفه. انت تحتاج عده معك دائما وابدا للنكبات هذه. العصا هذه المفروض انها تنتف الزر بكل احترافيه. مهندس اليوم بصير مهندس. نتاكد على اقل شيء. ندخله مع الجهتين. نقول بالزرار كذا، يا سلام. خلاص حفظنا ان هذا النقطة كانت عند انعم شيء. لو نقول به كذا ونفس الحركة، الأداة هذه بتفك أزمة. طبعا هي حقت كل شيء، جوالات مع جوالات. يا سلام. نطق الزر الثاني، اليسار حقت الطحن واليمين حقت الاكواب. تار طحن يمين اكواب. لازم تحفظ كل شيء وين مكانه، عشان لو جيت ترجع تركبه ما تبتلش. شاهي التركيز. ثم نفك الغطاء هذا. لا على طول جانا بن في كل مكان. بين الحين نقلبها على فوق، وفيه زي الكلبسات ماسكه، فنطيرها عشان الغطاء هذا ينزل. شوفوا هذه شلون دخلت بكل سلاسه هنا. ايوه المفروض انه يطيح الحين. ايوه خلاص فكينا الكراسات، نزلناه تحت. نفك، فكينا الغطاء، في تقدم. عندنا مسامير 1 2 3 4 اللي ماسك القاعده هذه، بنفكها. نجيب عدتنا وناخذ لنا فك. الصورة هذه يبيلها تركيز، لازم تفكها، ترفعها على فوق. ايوه بعدين تحاول انك ما تقطع الاسلاك، تقلبها كذا، تحطها هنا. يا سلام خلاص وصلنا، قربنا نوصل للاخير. في 4 مسامير هنا تشوفونها، هذه الـ4 مسامير بفكها. وفي القطعة هذه، أول ما نرفعها نشوف وينها واقفة. هنا في علامة زرقاء، بنحركها تقريبا 5 طقات، نبغاها توصل هنا. لم القطعة هذه، نقول بسم الله. 1 2 3 4 5 6، 6 طقات كافية. نرجع القطعة نفس محلها. خلاص نبدأ نركب ونشوف بعد شوي. طبعا تشتغل، حاول تخلي يدك تلمس حديد ولا أي شيء عشان التأريض، يعني رجلك تكون في البلاط، يدك ماسكة. لأن إذا تذكرون قبل 2 سنين تقريبا عدلت على لابتوب وما كنت مأرض، فالتمس علي. الحمد لله يشتغل إلى يومك، شغال زي الفل، ولكن التمس ذاك اليوم كان محتمل أن لابتوب
8000 ريال كان بيروح كذا هباء منثورا في الهواء. فحافظ على ادواتك انك تقرب المس حديده ولا شوف لك اي صرفه عشان الكهرباء يروح كهرباء الساكنه. طبعا انا اعرف حظي في الاخير تضرب علينا الطاحونه اذا جينا نجربها بعد شوي. بس يعني اهم شيء قلت لك طيب حلوين نرجع نركبها. في مسامير الأربعة اللي على جنب ما راح تبين لكم كل شيء 100%، بس يعني وضحت معكم هذه المسامير الأربعة اللي برا، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، والمسامير اللي جوا تونا مركبينها، والعجلة اللي لفيناها. الحين بس نرجع نركب كل شيء مكانه. هذا الغطاء اللي فوق زي ما قلنا، هذا الغطاء اللي هنا. طبعا انا حفظتهم وانت لازم تحفظ وين حطيت كل شيء. بنحطه على اقل شيء، نحطين على اقل شيء اللي هو 2. ونجي هذه الفتحة الطحنة كنا حاطينها على انعم شيء، نرجع نحطها على انعم شيء. اوكي، تحرك بطريقة سليمة. جاء وقت التجربة، خل نرجع عدتنا مكانها. يعني صراحة بسيطة، يعني الناس ما ادري ليش بعضكم كان مكبر الموضوع علي في الفيديو اللي راح. طبعا هو بيبان كل شيء اذا جينا نشغلها بعد شوي، لاني انسان اعرف نفسي مقرود، شوف كل شيء مضبوط لا جيت اشغل شيء ينفجر. طبعا انا معي توصيله احترافيه، فلو لا سمح الله صار في التماس ولا في شيء التوصيله حقتي تنفجر، مو تنفجر فيها فيوز تفصل من نفسها آمنة تنفجر ما تجي. فهذا البن حقنا اللي استخدمناه ذاك اليوم، ماني حايس بن جديد صراحة. ونشوف الطحنة الناعمة على كلامكم كيف تطلع في الماكينة هذه. حاطينها على أنعم شيء وأقل عدد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب ما تنفجر. ثبت. أوكي، الصوت يقول إنك شادين حيلنا شوي، فبخفف، لأن إذا حطيناها بشيء ناعم مرة فقعناها على طول تحترق الماكينة، فبزيد تكتين وأشوف. هذه النعمة الطحنة الجديدة صراحة أنعم بكثير، أنعم بكثير. ممكن لو نزيدها تكة بتسوي معانا. أنا برفعها تكة. أعطتنا الطحنة الناعمة، ولو هي ما هي متجانسة، في ناس تهتم بالتجانس أن كل الحبات تكون زي بعض، فهنا تشوف بعضها أخشى متكة فما تعطيك طحنة ناعمة متجانسة. بس شغلها حلو. هذا الفيديو عن كيف أن نعدل الماكينة أو الطاحونة هذه. باقي فيديو ثاني بعدين نرجع للهومكس ونشوف التجربة كاملة. قلت لكم في تامبر وفي مدري إيش كم شغلة قاعد احتريهم يوصلون لي، باقي شغلة واحدة بس إذا وصلت إن شاء الله سوينا مقطع ثاني وبنعرف التركيبة المتكاملة لجهاز الهومكس، وتكون أقل ستوب إسبريسو كيف بيكون معانا. وبس والله مهمة اليوم تمت بنجاح ولله الحمد. شوفكم في الفيديو الثاني في أمان الله.